أهلا وسهلا من جديد في مطبخي. جبتكم المطبخ وراح نعمل وصفة مميزة بالخبز الاستثنائي من متجر ليلوزا. حقيقي الخبز رائع رائع، ما قد شفت زي كده خبز يكون مناسب للكيتو وبدقيق اللوز. وشوفوا قد ايه طري، شايفين؟ شايفين واضح لكم قد ايه طري؟ يجنن طعما قواما، لين خفيف وما هو ملبلب. حقيقي الخبز استثنائي رائع رائع ومناسب جدا انكم تعملوا به وصفات. رح نعمل وصفة جدا مميزة، حاجة كده توحش الكل وتوقع اكلة شعبية جدا عند الكل. رح نعمل شاورما ولكن ملائمة لدايت الكيتو، ورح نعمل معاها صوص ثومية. مرة ما في فرق بينها وبين الثومية العادية، بس برضو حتكون مناسبة لدايت الكيتو. بالرغم انه شاورمتنا اليوم ملائمة للكيتو دايت، لكنها لذيذة 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 جدا وسهلة. عندنا هنا الدجاج مقطع لشرايح طولية، راح نضيف له بصل وفلفل رومي، وتقدر تضيفي فلفل اخضر حار. راح نضيف البهارات، عندنا كمون، كزبرة، بابريكا، فلفل اسود، هيل مطحون، توم بودرة. وراح نضيف ليمون، عصير ليمون، وحنضيف كمان شوية خل أبيض. نخلط المكونات مرة تمام ونتركها في التتبيلة على الأقل ساعتين إذا مو ليلة كاملة. نغطيها ونخليها في التتبيلة ساعتين وراح نعمل الثومية. طيب للثومية هنا عندي زبادي يوناني ويفضل يكون قليل الدسم. حنضيف له شوية زيت زيتون، أو ممكن حتى 0% دسم أفضل. وحنضيف خل تفاح، فصين ثوم مهروس. الزبادي اليوناني هنا عندي علبتين، وملح وفلفل أسود. نخلط كل المكونات سوا وحيكون الثومية جاهزة. صوص الثومية صار جاهز. في طاوة على النار فيها شوية زيت زيتون، راح نضيف خلطة الشاورما المتبلة بعد مرور ساعتين كلها بالتتبيلة. الشاورما صارت جاهزة. حنحط شوية من الثومية، نحط من الخس بالطريقة، ونحط من الحشوة. ونلف تقدر تحمصيها أو تحمريها على الجهتين على الصاج، وممكن تحطيها في شواية السندويتشات تتحمر بطريقة مرة حلوة. ندخل الخسة هذه كده ونحطها على جنب عشان تتحمص أو تنشوي. حلف باقي الكمية. شوفوا كيف الشاورما بعد ما تحمست بالشواية صغنونة تاخذ العقل. حتى لما حمصتها بالشواية حقت السندويتشات طلعت ريحة اللوز المحمص مرة 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 تجنن. شوفوا هنا عندي ورق سندويتش قصصته كده لأرباع، يعني المربع الطويل ذاك الوسطيل الطويل قصصته لأرباع. حبدأ ألف الساندويتش بيها دي الطريقة. شوفوا ما شاء الله من الداخل شهية لذيذة لذيذة لذيذة،
والأهم من كده مناسبة للكيتو دايت ولمرضى السكر، لأنه الخبز أصلاً مصنوع من دقيق اللوز.